السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في كانتي ديال دوفيل يوم الخميس. دوفيل لا ليندروا لا ديستانس ديال 1200 متر، 16 بارطون، 9 اكلام نو بارطون، ما جاريش رقم 9. ريفيرونس غدا 18 بليس 18، 55000 اورو. هاد الكاتيجوري دي عندها تروازو، كامل عندها تروازو. الكاتيجوري كان البرونوستيك ديال جيني كورس 11-1. تنظن جيو هو اللي راكب على 11، كاتريام في اخر كانتي، وكان الاداء سيزيام. كانوا يجراو بيناتهم في 1200 في توفيل، او 1300 في توفيل. الآه سيزيام، أونز كاتريام، سيس كان مشى في الدوزيام بروف، سيس كان مشى في الدوزيام بروف وكان ربح، كان مشى في الدوزيام بروف ودار كاتريام. تبقى واردة سيس هذا. دوز كان مشى معاهم أوتسايدر، أوتسايدر دوز كان دار سانكيام أوتسايدر. الكنز عود انجليزي، سيز كان مشى معاهم حتى هو، تنظن كان دخل هاد الكنز هذا. الكنز اولا السيز هاي دريم كان دار 3 ايام، تو حتى هو كان دار 7 ايام، تريز عود انجليزي حتى هو. الخمسة دخل اول خطرة، العشرة كذلك دخل معهم، ناف كان مشى معهم دار نو بلاسي، والسبعة هو دخل معهم، 14 كان مشى معهم دار نو بلاسي. الويت ديليسي، الويت ديليسي ديرنير مينيت عند الرقم 10، تنظن هاد الرقم 10 كوري مع الواحد. بيناليزاسيون الاخوان، اتونسيون من الخيول تكون بيناليزي، 6-5 3.5 والخمسة تدو جوج حيت رابحين الهونديكاب، آخر هونديكاب ديالهم رابحينهم. ديرنيير سوكسي سيغ لو باركور رقم 6 رابح في الدوزيام بروف. بروميير هونديكاب 3-4-7-15، 3-4-7-15. لالين الإخوان، لالين اللي كان لالين اللي كانوا مشاوتهم. الويت كان دار غانيو، تريز دار كاتريان في الدياب في لالين دروا، وهذا كانتي 1300 متر، 6 تروازيام، 11 كاتريام، الان 6 ايام، والدو 7 ايام، والدو 5 ايام، والناف نو بلاسي، والكاتورز نو بلاسي، كان مش عليك كريستيان ديميرو. لالين اللي مزيانة تنظنية هادي، الان غانيو، والخمسة 6 ايام، والست 7 ايام، والويت 9 ايام. كاينه لا ليل الاخرى ديال العشرة 1300. لونشو هادي ماشي لا ليل دروا، هادي كورد ادروا، العشرة 4 ايام، 3 7 ايام، دونو بلاسي. على كل حال الاخوان، غادي ناخدو لي فافوري ولي زوتسايدر. لي فافوري كيما 11-1 هي الفافورية، يقدر يجي فيهم غير واحد. السيس هو مشى معاهم دار 3 ايام، تا هو مطلوب الاخوان. السيس كذلك المايدا غير، تا هو مطلوب. هادوما لي فافوريين، السيس والآ والأونز والسيس، هادوما 4 ديال لي فافوري. اللي غادي يزيدوا معاهم الاوتسايدر، الاوتسايدر الاخوان كاين الخمسة فريدريك هيد، وكاين السبعة ستيفان باسكي. ستيفان باسكي في الدوفيل هو سيد الدوفيل. اليوم الامس كان داوه الجائزة ديال احسن جوكر في الدوفيل، لهذا اون فورم جوكر السبعة اون فورم. غادي خدينا الخمسة والسبعة، وغادي ناخدو الكنز العود الانجليزي كريسيوف توفيلون ديميرو فيرو، عود انجليزي 54 كيلو، غادي ناخدو هاد العود هذا، غادي ناخدوه الكنز.
قلنا الخوت 5 و7 و15 في الأوتسايدر، 5 و7 و15 في الأوتسايدر، وغادي ناخدو عود في 57 كيلو. جو بونس غادي ناخدو الرقم 2، كان دار معاهم 6 أيام، 6 أيام في 1300، وكان تقريبا غادي من الخمسة الأولين، ومئة متر الأخرى هي اللي قصاتو. غادي نزود رقم 2. تنظن الإخوان ديا برونوسيك ديالي من نمرة صغيرة حتى نمرة كبيرة، 1 2 3 4 11 15 16. المهم الاخوان اللي تلعب هاد لي فافوري راه هي هادي لي فافوري ديال الكورسه، 11 1 6 12 15 16 2 13. الاوتسايدر 5 10 3 4 9 7 14، والديلي سيكي الويت. انا خديت من هنايا الاخوان، خديت الخمسة والسبعة مال الاوتسايدر ديال الكورسة، باش تيمشيو بيناتهم الاخوان هادو. ربما تجي ديك لالين ديال ان سانك سات، تزاد معاهم ربما السيس ربما الكنز، اول خطرة غيمشي معاهم عود انجليزي، ممكن هاد العود هذا، ممكن عود ريغيلي. اخر كورسة في لاتيست مشى في ليستيد، كان دار نو بلاسي في ليستيد، اول خطرة غيدير لالين دروا. تبقى وارد هاد الكنز هذا، تبقى وارد. على كل حال تنظن ان 11 واحد، ما كنظنش تقدر، ويقدر يجي ولا كتجي فافورية، 11 واحد تقدر تجي. لهذا كنستبعد انهم يجيو بجوج، يقدر يجي فيهم غير واحد ويطلع معاهم هنايا. مثلا الا طلع واحد من هنايا من الفافوري، اما الاونز اما الان، هنا غيتزادو تنظن جوج ديال الخيول، 6 12 15 16 13، ربما يطلع الدوه مع الكنز، ربما يطلع الدوه مع الكنز، ربما السيس. سيس عندو البيناليزاسيون، هما الخمسة غالبا غيجيبو واحد فيهم، يا اما الخمسة يا ستة. العود بيناليزي السيس، والخمسة تا هو بيناليزي. هادشي اللي كاين الخوت في التقرير ديال التوقعات ديال الكانتي ديال اليوم الغد، حيت غالبا كيجيبو الاوتسايدر، غالبا كما كنشوفو الكورسة اللي دازت مؤخرا ديال الاونس، كان دار كاطريام والسيس تروازيام، كما كتشوفو جابو عود مول 7 مول 9، وجابو مول 32 مول 5. الجران فافوريز دار كاطريام، وجا عود جران اوتسايدر تنظن هذا الرقم 12، كان دخل ب 43، والان كان دار 6 ايام ودو 7 ايام. ربما يطلع فيهم هاد الخيول ديال 6 ايام 7 ايام، ربما اكلام من رقم 9 دار نو بلاسي، والكاتورس كان دار نو بلاسي. على كل حال اخوان، على كل حال ان اونز ما كان دانش غادي تجي، يجيو بجوج. الاونز دار الكاتريام والاسيزيام ورشحهم بجوج، يعني ربما الان، ربما الان يجر مع الكنز، يجر مع الدو، يمشيو عند 7 ويجيو عند 5. وتبقى داك 10 تا هو راه وارد الاخوان، تا 10 راه وارد، راه ايكولي ديال الان، راهم كوارا الان والديس. فحال ضروري غيجيب شي واحد، الا جا 11 غيجرب على 10 اوتوماتيكمون. هذا هو البرونوستيك ديالنا الاخوان، وتحياتي لكم الاخوان، ومع السلامة في فيديو قادم ان شاء الله.